أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على أهمية مشروعات تحويل مدينة شرم الشيخ إلى أول مدينة مصرية خضراء، والتي جاءت كإحدى الخطوات في مسار مصر الجديدة نحو التحول الأخضر لتقديم نموذج واقعي للعالم يؤكد على قدرتها على تنفيذ إجراءات لمواجهة آثار تغير المناخ. المزيد في سياق هذا العرض نتابعه.